قدر طيب. أول حاجة نحب نوضح اليوم يستدعوش حزب معين، هما يستدعوا جملة من الأحزاب، بداوا بأحزاب أخرين قبلنا، اليوم عيدوا الحزب الوطني الجمهورية. تشرفنا بحضور في الجمهور هذايا، معناها طلبة متحمسين يحبوا يفهموا، فما شكون مكون فكرة زادة، فما شكون عنده انتقادات، وشي فرح هذايا، معناها كونوا طلبة وكونوا الشباب يرجع يهتم بالسياسة. كان في مرحلة معينة في تونس زادة الشباب يهتم فيها والطلبة يهتموا فيها بالسياسة. تعرف القمع اللي صار في السنوات الأخيرة بداية التسعينات وكل، بعد الشباب على السياسة اليوم يرجعوا ويزمهم يرجعوا ويزمهم يبقوا مهتمين بالشأن العام. نعم. تصور كما احنا جاي الشباب الفت الثقة المتاعه كما قلوا المنشار خايفين كما يبطش لو 24 جويه باش يمشي يتخب الميساج متاعك اللي جاي هو فعلا حتى في ديمقراطية ترى مش الناس كل تمشي تنتخب، ولكن المرة هذه الانتخاب نعتقد ان شاء الله ساعة يتم في 24 جويل هذه ما تمنعوه. هذا شو باش نقول لك، هو ساعة ان شاء الله يتم في 24 جويل، ولكن على اي حال في 24 جويل ولا في تاريخ اخر ان شاء الله يكونوا معظم التوانسة اللي توفر فيهم الشروط في موجودين في مراكز اقتراع باش يديوا باصواتهم، لان المرة هذه هو واجب. ربما في وقت من الاوقات كاين معناها شخص باش يقوم بامر ما اللي هو قانون ما تعرف مش ملزم، يعني كانوا باش يعبر بها على قيم المواطن نتاعو ولا على وجوده ولا على رايه. اليوم اكثر من ذلك، باش يعبر بها على المواطن نتاعو على وجوده، ولكن باش يقوموا بواجب، لانه لو لا قدر الله عدد كبير من الشباب ما حضرش فنخافوا من كونوا ناس ربما اقل ثقافه اقل اهتمام بالشان العام اقل معلومات، هما اللي يكونوا موجودين في مراكز في الاقتراع وهما اللي يشدوا باصواتهم. على اي حال هو واجب على كل تونسي وحق يستحسن ويتمنى كل التوانسه يقوموا بواجبهم. مرحبا بك مره اخرى. شكرا شكرا لكم.